السلام عليكم، أنا إيمان سعيد وراح أشرح أداة الإنك بوتل تول والفرق بينها وبين أداة البينت بوكت تول. عشان نفهم لازم نرسم شكل. راح أستخدم الأشكال الجاهزة، فرضا المستطيل. راح أرسم مستطيل في برنامج الأنيميت. عشان نفهم أداة البينت بوكت تول، أداة البينت بوكت تول هي أداة مختصة بتغيير اللون. لما نضغط عليها راح نشوف ان في البروبرتيز ما نقدر الا ان احنا نغير في الفيل كالر، وراح نغير من هني. راح استخدم هذا اللون للتغيير واضغط على الشكل المرسوم عشان اشوف النتيجة. فهذه كانت النتيجة. وعشان نفهم اداة الانك بوتل تول راح نروح اليها. راح أشوف أن في البروبرتيز طلعت لي خصائص هذه الأداة. في خصائص الأداة إحنا ما نقدر نحط أو نغير في الفيل كالر، لكن إن إحنا نقدر نغير في الستروك أو في لون الستروك، ونمكن إن إحنا نغير في حجم الستروك أو الحدود. فرضا راح أغير إلى 10 وراح أشوف شلون بتكون النتيجة. لما أضغط Enter ما راح يتغير إلا لما أضغط على العنصر اللي رسمناه، فراح أشوف هذه النتيجة. ويمكن تغيير الستايل أو شكل الحدود. راح أشوف إن في عدة أشياء أو عدة أشكال إلى الستروك. فرضا Dashed Lines، لما أضغط عليه وأضغط الأداة مرة ثانية راح أشوف أنه راح يرتبط. ليش؟ لأن حجم الخطوط أو حجم الخط سميك، فراح أغير حجم الخط إلى مثل ما كان أو إلى أقل قليل. فرضا راح أضغط على 5 أي يكون النصف. لما أضغط عليه راح أشوف أنه بين الأثر أو بين شكل الخطوط المستخدمة. ويمكن استخدام عدة خطوط أخرى موجودة، فرضا الدوتد، راح أشوف أنها تغير. لكن في حال اخترنا هذه الأنواع الثانية من الخطوط أو من ستايل الخطوط، راح أشوف أن أنا ما أقدر أغير في الود ولا في السكيل ولا في أي شيء من الخصائص عدا اللون وحجم الستروك. فراح أخلي الخط العادي اللي هو سولد، وراح أشوف لما أضغط عليه مرة ثانية أنني أقدر أتحكم بالويدث وبالسكيل وبهذه الكاب والجوين. على سبيل المثال راح أختار الويدث غير، فرضاً راح أختار هذا الشكل من النوع الخطوط، وبالضغط عليها راح أشوف النتيجة. راح أشوف أن تغير حجم أو شكل الورث. أشوف أن مكان الورث يكون أسمك في جهة وفي جهة أخرى أن لا. ويمكن أيضا تغيير الكاب، فرضا راح نخلي راوند. راح نشوف ان الحواف الداخلية تتغير وتكون راوند بدل لا تكون هذا الشكل. ومن هنا نقدر فرضا نرد نختار راوند، راح نشوف ان من برا يصير راوند. وبهذا نفهم ان اداة الانك بوتل تول هي مختصة الى الحواف او الى حدود الاشكال المرسومة في برنامج الانيميت، وأن البينت بوكت تول هي أداة تستخدم إلى تغيير اللون فقط. وشكراً.